صباح الخير من جديد مشاهدينا ومتابعينا في آخر فقراتنا، ودائما بنحكي ختامها مسك. ختامها مسك مع يمكن قضية مهمة في المجتمع، مش بس الفلسطيني، المجتمع العربي والعالمي أيضا، قضية التربية. التربية وإنك أنت تخلق، مش بس إنك أنت بس تجيب أولاد على الدنيا، كمان تربيهم صح، إنك أنت تعمل شفافية وموضوعية بينك وبين ابنك أو بنتك، إنك أنت تخليهم ما يخبوا عنك، بنفس الوقت ما تعاقبهم إذا هم حكوا لك الصراحة. صحيح. اليوم رح نتحدث في هذا الموضوع بشكل كامل، وكيف من الممكن أن نعزز الصدق والصراحة بين الأهل والأبناء. لأنه الست فاتن يعني زعلت، ليش بس عن البنات؟ صباح الخير، يسعد صباحك. صباحكم، صباح كل المشاهدين الكرام. ست فاتن، أول شيء يسعد صباحك. يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية. اليوم لما نحكي، يمكن خلينا أكثر قضية بارزة حاليا هي قضية إسراء. في ممكن أشياء مش واضحة لسه بهاي القضية، الكل عم بحكي عنها، صار حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، ما حدا ما في بوست ما بخلو من اسم إسراء. ولكن لما نرجع لسبب الأساسي ونرجع لأمور أساسية لنتفادى كتير أمور بهذا المجتمع، اللي هي الصراحة بين الأهل والأبناء، واللي هي كمان يمكن لو أنا بدي أكون صريحة مع أهلي، كمان بدي منهم هم كمان يكونوا بيعاملوني بطريقة متقبل، بالضبط في تقبل يكون. فهون لما ندخل هاي المتاهة، بداية نحكي عن الأساس بالتربية. وأنا بشكرك كتير، لأنه في البداية قديش أنت حكيتي أنه المسألة مش مسألة أن الواحد يخلف وبس يجيبها لأولاد ويقول أنا صرت أب وأم. أوكي، أكثر عملية معقدة وأكثر عملية شائكة هي عملية التربية، لأنه هالقد أنت بتأثر قاعد في هذا، بتصنع هذا الإنسان بالطريقة اللي يمكن أنت ما تعلمتهاش. يعني إحنا ما عندنا مقياس نقيس عليه شو النموذج الصح للتربية. مرات كتير بقول بربي زي ما ربوني أبوي وأمي، بربي زي ما أنا تعلمت، بربي زي ما أنا قرأت. أوكي، عشان فيش مقياس صح أو نمشي عليه كلنا، واحد زائد واحد بساوي اثنين بالتربية. أوكي، بس مهم جدا إنه إحنا كيف نعزز قيم بالتربية. من هاي القيم اللي أنت بتحكي فيها، كيف إحنا نتواصل مع أولادنا، كيف يكون الحوار هذا والقنوات الاتصالية مفتوحة وبطريقة آمنة، بطريقة محبة، بطريقة دافئة، بطريقة موجهة إذا بدك. مرات يعني أنا كمان ما بقول إنه إحنا ندرك الحبل على الغارب، يعني أوكي، كمربيين لازم يكون لنا مرات إمتى نحط ستوب، إمتى نحط نقطة، إمتى نمنع، إمتى نقول لا. يعني هذا دور تربوي كمان، لأنه بالذات في الطفولة، في مراحل الطفولة المبكرة، وهاي لما إحنا بنزرع قيم بنزرعها في مراحل الطفولة المبكرة، من الصدق، الأمانة، الإخلاص، الحب الآخر، الابتعاد عن الأنانية، كل هاي قيم تربى في الطفولة المبكرة. أوكي، عشان هيك مهم جدا إنه لما أنا بدي أربي ابني، أول أفكر قبل كل شيء أكون قدوته. أوكي، يعني إحنا مرات كتير من ناخدها نموذج، ويمكن كلنا صرنا حافظينها، إنه لما حدا بدق التلفون مثلا وبرد ابني قول له بابا مش موجود، قول له ماما مش موجودة. أوكي، أنا مباشرة عم بقول له شرعية إنك تكذب. أوكي، عشان هيك لازم إحنا نراقب تصرفاتنا قبل ما نطالب، زي ما حكيت إنه إحنا لازم نكون هالقد داعمين ومتفاهمين. ودليل إنه لما بيجي ابني بيحكي لي إشي ومباشرة بعاقبه، المرة الثانية لما بيحكي لي إشي بخاف من العقاب. ومرات كتير إحنا كمان بنخطئ في التربية إنه بكون العقاب أكبر من الجرم. يعني مثلا إذا كسر كاسة ممكن أكسر راسه، إذا فتح جزداني ثاني مرة تعيدها. شوفي قديش يعني مختلفة. يعني بهاي بصير يقيم الأمور إنه الكبير خلاص عقابه صغير، والصغير عقابه كبير. بعرفش إمتى بدي يتعاقب، بعرفش إمتى يتعاقب، وبعرفش اللي بيتعاقب عليه. مهم جدا إنه عمل الخطأ أول مرة، أنا أنبهه ليش خطأ، أفهمه ليش خطأ، وبعديها إذا تكرر الخطأ أعطيه عقاب على قد الجرم، إذا بدي أسميه جرم يعني، أو على قد الخطأ. بس احنا دائما وابدا بنفكر انه احنا اذا ما التزمناش بالصرامه هاي وبالحديه يمكن شعرت خاصه بالعنف، يعني هي الواحد يشد ويرخي حسب الموقف. مهم جدا، مهم جدا. يعني انا ما بدي اقول الام ترخي والاب يرخي، ممكن الاب نفسه يشد ويرخي، الام نفسها تشد وترخي. لانه اذا الام بترخي والاب بشد، ساعتها بيعرفوا الاولاد وين ممكن يميلوا عشان يحققوا احتياجاتهم. او اذا الام بتشد والاب بيرخي بصير يميلوا عند الاب اكثر. عشان الطفل ذكي جدا، بس انت كيف بدك تصر الاصرار تبع الاهل على التربيه، على الموقف، هو اللي بيعلم الطفل.
إذا كل مرة أنت عندك موقف هو بتخربش، بيعرفش وين الصح، وأبوه شو ممكن تكون رد فعله، أمي شو ممكن تكون رد فعلها، لأنه إحنا نفسنا مش ثابتين، إحنا مش صارمين، أوكي؟ طيب. فمهم جدا الصرامة. هلأ في قضية إنه كيف أنا أحمي بناتي أو أبنائي لما بتعرضوا لضغط خارجي، أوكي؟ لما بتعرضوا لتهديد، لما بتعرضوا لابتزاز، خاصة يمكن ست فاتن إنه إحنا بمجتمع يمكن كتير بحكم على بعض من كيل بمية مكيال، في كتير مشاكل، يمكن طبيعة المجتمع اللي إحنا عايشين فيه، الكل بعرف عن بعضه العائلات، هاي القصص بصير في تناقض للحكي. ممكن هي البنت يعني يمكن لما تكون صريحة مع أهلها أو مع أو الولد يكون صريح مع أهله، هون بيأمن يمكن من طرف أهله إنه هم عارفين كمان ابنهم، فلما يصير في تدخلات خارجية بعرفوا يوقفهم عند حدهم. هلا بس مرات بكون تدخل المجتمع كتير كبير. شوفي، حكيت نقطة كتير جوهرية، إنه اليوم يعني بناء العلاقات الإنسانية أو التواصل مع الناس صار كتير متجدد ومتغير ومختلف. هلا اللي بربوا قاعدين ما تعرضوا لهاي الآلية، أب أم، يعني يمكن الطفل اللي عمره 6 سنين هلا يفتح آيباد آيفون ينزل يعمل داونلود لأشياء، بس الأب ما بيعرف، كم بيقول لابنه تعال اعمل لي كذا وكذا، يعني بمعناه إنه صارت الأبناء اليوم عندها وسائل الأهالي ما بيعرفوا فيها، أوكي؟ عشان هيك بضل في عدم تطوير لقناعاتنا لثقافاتنا تبعا للتحديات اللي احنا بنتعامل فيها بنمارس هاي الثقافة، اوكي؟ يعني اليوم مثلا على وسائل التواصل الاجتماعي ممكن بالاول كان الاهل ينيم اولادهم على 8 مثلا، اوكي؟ اليوم الاهل بيفرض على الاولاد 8 والاولاد ما بنعرفش بيفرض على، لانه في بيضلوا يعني الاتصال مجاني والواتساب والماسنجر وكله شغال، وبالتالي ممكن يكون فيها الأدى تسيب في موضوع الضبط، اوكي؟ عشان يعني الاهل اليوم كمان مطلوب منهم، يعني ما بكفي انه يراقبوا اولادهم، كمان بدهم يتغيروا بمفاهيمهم. يعني مثلا اذا بنتي مثلا حكت مع صاحبتها في موضوع ما، اوكي، وانا بديش اياها تحكي معها، بفهم انا وياها وبتحاول انا، بس بفهم انه بهذا السن هذا وارد، اوكي؟ يعني انه بالمراهق، يعني بالاول كنا نقول المراهقه بنت 14 15 سنه، اليوم ابن العشر سنين وبنت العشر سنين نشوفهم مراهقين بسبب الواقع اللي عايشينه. وبالتالي مهم جدا كمان احنا كأهل نغير في ادواتنا التربويه، نغير في قناعاتنا وثقافتنا، ونعرف انه اليوم الاولاد عم بتعرضوا لكثير من المؤثرات اللي يمكن الجاذبة يمكن المحببة لإلهم بأنهم ما يصارحوا الأهل بشو بيصير معهم. بس إذا كل شيء جديا بصارح أبوي فيه أو بصارح أمي فيه وبتعاملوا فيه إنه نتفهم، تعالوا نفكر مع بعض كيف ممكن نخرج من هاي المسألة، طب أنت شو كان رأيك، أنت كيف عملت، لما أنا شوي شوي بتفهم أنا وياه ساعتها بيعرف إنه أهلي مرجعي. من هون صدفات بيجي دور العلاقة الحبية اللي موجودة في العائلة، أهم شيء بين الأب والأم، بين الأب والأولاد، بين الأم والأولاد والبنات كمان، فبالتالي جو العائلة ككل هو الحاكم. صح؟ صحيح صحيح الأولى. لأنه جو أسري فيه مشاحنة طول الوقت، فيه صراخ، فيه معاتبة، فيه لوم، فيه حرمان، فيه، أكيد الطفل بده يعرف إذا أنا حكيت إيش هيك رح يصيحوا علي، رح يعاقبوني، رح يحرموني إلى آخره، وبالتالي بصفي بنسحب لعالمه الخارجي الداخلي، أو للأسف بروح لناس تانين يحكي معهم، وهذا ممكن يكون سبب رئيسي إنه يتعرض للاستغلال. من هون بنوقع للاستغلال طبعاً، عن طريق تحديدا موضوع التواصل الاجتماعي. والأهل بفكروا أولادهم ملائكة. صح. مشكلة الأهل إنه بفكروا أولادهم ملائكة، أنا لا، أنا بعرف كيف ربيت وأنا مربي صح، بس ما أنت كمان ما سمحت له يتحاور معك، ما سمحت له يفتح لك قلبه أو تفتح لك قلبها. عشان هيك مهم جدا الأهل اليوم بدهم يكونوا هالقد ذكيين في كيف يتحاوروا مع أولادهم، لأنه التكنولوجيا صارت كتير أذكى من وسائل التربية. هون لما نحكي عن وسائل التواصل الاجتماعي عم نحكي عن مشاكل كبيرة عم بتصير. طبعاً طبعاً. عم نحكي عن مرات استغلال كمان بتصير. أنا ممكن أنا كنت صريحة مع أهلي، أهلي كانوا متفهمين، مع أنه في أهل كتير بكونوا مش متفهمين، مع أنه الولد بيكون يعني كويس وعم بيعمل اللي عليه، بس برضو الأهل ما بيكونوا مساعدين. ولكن في ناخد الحالة المثالية، صار في اضطهاد من قبل وسائل التواصل الاجتماعي، صار في هجوم معين، أنا كيف بدي أحمي ابني؟ عشان هيك يعني مهم جدا أنه إذا ابني تعرض لأي شيء
انه اذا انا الحوار بيني وبينه مفتوح، وانا حكيت انه هذا بالطفوله المبكره، انه احنا بنتحاور بنتفاهم، العقاب اقل ما يمكن، الضبط بناء التربيه مش عشان اذله ولا اعذبه ولا افش غلي فيه. واحنا للاسف مرات كثير بنربي عشان نفش قلبنا في اولادنا، بس اذا الاهل بيروح من هذا المنطق وبروح باتجاه انه مش فشت خلقه انما انا عم بادي مسؤوليه في التربيه. عشان هيك لما اليوم وسائل التواصل متاحه للكل، كيف انا بدي احمي اولادي؟ غلط كتير أقولهم سكروا النت، لأنه لو أنا بدي أقولكم سكروا النت حكي فاضي. أوكي؟ اليوم من صاحبه بيقدر يشبك، من الوايرلس اللي موجودة في العالم ممكن يشبك، لو راح على أي كافتيرة ممكن يأخذ الباسورد ويشبك. يعني صعب جدا إنك تبعدي على الإنترنت. أوكي؟ إنه تقولي له بتحكي لي كل إشي وتعاقبي على كل إشي كمان، هذه وسيلة مش صحيحة. أوكي؟ إنك تنبش كمان بتغلي الباسورد تبع جهازه ولا ايباده ولا تليفونه، وتبدي تراقبه وبناء على هيك تاخذ مواقف، كمان هذا خلل كتير كبير في التربيه. عشان هيك اهم شيء حكاها عثمان قبل شوي، لازم يكون في محبه، لازم يكون في تفهم. كل ما كان في محبه ودعم وتفهم وما رح يخاف، هو رح يركن انه هو في بيئه امنه، في بيئه بتقبله كما هو، في بيئه بتعززه، في بيئه حتى بتقبل اخطائه. والخطا كلنا بنخطئ، فيش حدا مننا ملائكه، حتى احنا كمربيين ممكن نخطئ. انت قلتي ست فاتن موضوع مهم جدا، اللي هو العقاب على قدر الذنب، مش يعني مش ما يكونش مبالغين يعني، بالضبط بدون مبالغه. يعني هون موضوع مهم جدا، وموضوع يعني خلينا نقول بدنا حلقه كامله لحتى نضل بالضبط. احنا وسائل التربيه عندنا لازم يكون في تخصيص. انت قلتي شيء مهم في بدايه الحلقه، انه التربيه والاسره لبنه المجتمع طبعاً الاساسي طبعا، واحنا قدوه، احنا المربيين قدوه لاولادنا. يعني مرات نقول تزرع فول بتحصد فول، طبعاً تزرع كذب بتحصد كذب. اوكي، لازم الاهل يعرفوا انه احنا قدوتهم، احنا نموذجهم الاول. هلا بعد هيك بصير المدرسه والشله والحاره والاصحاب والنت والآخر، وكل واحد بس احنا في الخمس سنين الاولى من حياه ابننا احنا الاساس. اكيد، وهي فعليا يعني دائما لما يكون اهلك معك فكل الدنيا ما بتفرق معك، انه ايش ما حكوا ايش ما عملوا، المهم يكونوا اهلك مسنود معك، مسنود من اهلك، هم السند بالفعل. بس لازم يكون هذا السند سند صح، يمكن الاساسات تاعتها كمان صح. شكرا لك ست فاتن ابو زعرور الاخصائيه الاجتماعيه، شكرا لوجودك حبيب. والله يبعد عنا المشاكل اللي عم بتصير ان شاء الله. فيش مجتمع بلا مشاكل يعني، صح، ولكن نعرف كيف نتعامل معها ان شاء الله.